السلام عليكم متابعي القناة، نتمنى أنكم تكونوا في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير طاجين ديال كويرة السردين، كيجي لذيذ بزاف. هذيك الكفتة ديال السردين ما كتجيش ناشفة، والطاجين كله كيجي من أروع ما يكون. بلا ما نطول عليكم، التفاصيل في بقية الفيديو. بسم الله على بركة الله. في واحد الطاجين غادي ندير بصلة اللي حكيتها في الحكاكة الغليظة، غنحيد منها شي شوية نخليه نستعمله في الكفتة ديال السردين، والباقي غنديرو في الطاجين. وغادي ندير كذلك جوج دريسات ديال الثومة والقليل من زيت الزيتون، ونخلي هاد المكونات يتشحروا مع بعضياتهم مزيان. وهذا هو الشكل ديال البصيلة من بعد ما تشحرت ونزلت. اذا هنا غادي نزيد مطيشة اللي نكون حكيتها، استعملوا يا اما 3 ديال الحبات كبار، ولا الا كانوا صغيرين يمكن لكم تستعملوا 4 ديال الحبات. اذا غادي نخلط مزيان هذيك المطيشة مع البصلة، غادي نزيد مليحة، شوية ديال البزار، شوية ديال الكمون ما نكتروش القليل فقط، شوية ديال التحميرة، وشويه ديال الخرقوم. وغادي نخلط هاد العطريه مع الصلصه ديالي اولا مع الطماطم وديك البصيله اللي شحرنا، وغادي نزيد ايضا القليل من زيت الزيتون. اذا صافي، غادي نخلط هاد المكونات كلها مع بعضها مزيان، وغادي نزيد شويه ديال القزبر ومعدنوس اللي سبق لي قرطتهم، القليل فقط ما نكتروش، ونعاود نخلط مره اخرى. غادي نزيد ايضا واحد الورقه ديال سيدنا موسى اولا ورق الغار، باش كنسمو كنحاول ندخلها في ديك لاصوص مزيان. وغادي نسد على الطاجين ديالي ونخلي الصلصه طيب. نمشيو دابا للكفته ديال السردين. عندي هنا كيلو ديال السردين اللي غسلته نقيته، حيدت له الشوك، حيدت له الجلده ديالو، وطحنته باش حصلت على كفته بهذا الشكل. غادي ندير شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، شويه ديال التحميره، الكمون والخرقوم، وكذلك القليل من سكينجبير. وغادي نزيد هذاك القليل ديال البصله اللي خليته من قبل، واحد دريس ديال الثومه محكوك، واهم مكون عندي هنا هو شويه ديال الشحمه ديال الكلواد البقري، نزيدها على ديك الكفته باش ما كتجيش ناشفه. وغادي ندير القليل من زيت الزيتون، واحد العصيره ديال الحامض. اذا صافي، هذه هي المكونات اللي غادي نخلطها مع الكفته ديالي. ودابا غادي نعجن، من الاحسن باليد باش كتندمج لي المكونات مع بعضياتها مزيان. غادي نخلط حتى كنحس بان هذيك الكفته ديالي كلها انسجمات والمكونات تخلطات مزيان. نرجعوا دابا لهذيك صلصه الطماطم من بعد ما طابت ويني تشربت، يعني تقريبا وقفات مزيان. صافي، غادي نحل عليها، غادي نحيد هذيك الوريقه ديال سيدنا موسى، وغادي ندير واحد المعلقه صغيره ديال مركز الطماطم ونخلط جيدا. داك مركز الطماطم كيعطينا واحد الذوق زوين لديك لاصوص، وكذلك اللون كتجي محمره مزيان. وغادي نزيد القليل من الماء مغلي. اذا كيف ما لاحظتوا معايا، خلينا ديك مطيشة طابت شربات وقفات مزيان، عادو غادي نعاودو نمرقو باش نلقاو الما فين غادي طيب لينا الكفتة من بعد. اذا هنا بديت كناخد هديك الكفتة ديال السردين اللي خلطتها مزيان، وغادي نبدا نشكلها كويرات بهذا الشكل، نحاول نديرهم من نفس الحجم، وكنبقى كنصففهم في الطاجين ديالي كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. صافي، ملي كنسالي غادي نبدا ناخد من هذاك المرق ديال الطاجين ديالي، وكنسقي هذوك الكويرات ديال السردين باش كيتشربوا لي اللذه ديال التتبيله ديالنا، ما كيجيوش باسلين. وهنا درت واحد الحبه ديال الفلفل الحار، وصافي غادي نخلي هذا الطاجين ديالي يطيب، نغطيو عليه ونخليوه يطيب مزيان.
بالنسبه لهذيك الكفته ديال السردين اللي بقات لي، فطيبتها في مقيله على هذا الشكل، حتى هي جات لذيذه بزاف. اذا صافي، هنا من بعد ما طاب لي الطاجين ديالي زينت من الفوق بشويه ديال المعدنوس، وغادي نحل عليه ونخليه يوقف ويتشرب مزيان. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين ديالي من بعد ما وقف مزيان، كيجي من اروع ما يكون. ضروري انكم تجربوا هذه الطريقه، متاكده غيعجبكم بزاف بزاف، لان اللذه ديال هذا الطاجين شي حاجه من نوع خاص، والتكلفه ديالو جد جد في المتناول. نتمنى الوصفه والفيديو ديال اليوم يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم. الى عجبكم ما تبخلوش عليا بالتشجيع، ديروا لايك، تعليق، بارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم. وإلا كنتو كتشوفوا القناة لأول مرة، مرحبا بكم، اشتركوا وفعلوا الجرس للتوصل دائما بالجديد. شكرا على المشاهدة، نتلاقاو مرة أخرى إن شاء الله في فيديو آخر ومع وصفة أخرى.